من المعروف عن سينما بوليوود انها السينما الاشهر على الاطلاق حيث ان الهند وعلى الرغم من كونها دوله واحده فانها تحتوي على اكثر من شكل سينمائي وتاريخ كبير من الافلام والاعمال الفنيه وفي هذا المقطع سنكمل سلسله كشف الاسرار والحقائق التي لم يتحدث عنها احد سابقا عن عالم بوليوود سنتحدث في هذا المقطع عن بعض الحقائق المذهله في صناعه السينما الهنديه وقبل البدء في المقطع اود ان اخبركم انني شخصيا استخدم تطبيق وياك في مشاهده الافلام الهنديه لانه الافضل في وجهه نظري عن تجربه ولمن لا يعرف تطبيق وياك فهو من اكبر التطبيقات العربيه التي تضم مكتبه ضخمه من المسلسلات العربيه وايضا المسلسلات الهنديه والتركيه المدبلجه كما يمكنكم ايضا مشاهده باقه من اروع الافلام والمسرحيات المصريه والسوريه يمكنكم تحميل تطبيق وياك من الرابط في صندوق الوصف كما يمكنكم ايضا زيارة قناتهم على يوتيوب وصفحة الفيسبوك الخاصة بهم من صندوق الوصف ايضا. مشاهدة ممتعة. واحد. كانت شالباشيتي مهتمة بعروض الازياء وهي في سن المراهقة. بعد اجتياز الصف العاشر، قامت بانشاء معرض صور خاص بها وذهبت الى تجربة الاداء لعروض ازياء، ولكن تم رفضها لانها قصيرة وطلب منها انقاص وزنها. ثم لاحظ المخرج ديليب ناير الصور التي تركتها أثناء تجربة الأداء وقام لاحقا بإشراكها في فيلم لم يحقق الفيلم أي نجاح لكنه فتح الأبواب لها وبعدها مثلت في بازيغار أو المقامر عام 1993 وأصبحت نجمة ثلاثة كانت رغبة أنيل كابور أن يصبح منتجا سينمائيا وشقيقه الأكبر بوني كابور أراد أن يصبح ممثلا ولكن ما حدث هو العكس تماما حيث أصبح أنيل ممثلا وبوني منتجا ثلاثة عملت جوهي تشاولا وشاروخان معا للمرة الأولى في فيلم الرجل المحترم راجون بانجايا عام 1992 بحلول ذلك الوقت كانت جوهي ممثلة قوية وفازت بجائزة فيلم فير بأكثر من ثلاثة ترشيحات وكان شاروخ ممثلا جديدا ولم يكن لدى جوهي أدنى فكرة عن موهبته أخبرها فيفيك فاسواني منتج مشارك وصديق لشاروخان أن شاروخ يشبه عامر خان ويجب عليها أن تعمل معه أربعة خلال المدرسة كان شاروخ جزءا من عصابة مكونة من خمسة أفراد تسمى سي جونج والتي كانت مستوحاة من عصابات أخرى وتحاول أن تبدو ظريفة تتبع الموضة وكان لدى هذه المجموعة شعار وبطاقات تعريفية 5. كان شاروخ رجلا رياضيا قبل الظهور على شاشة التلفاز بمجرد إصابته شعر بالإحباط وقتها كان المخرج المسرحي باريتون يخرج مسرحية ويبحث عن ممثلين وممثلات وذهب شاروخ للاختبار وحصل على الدور حيث جعله باريتون الراقص الرئيسي ومنحه حوارا وقد اعتبر باري شاروخ مغنيا وراقصا 6- كشف عباس موستان كيف تم تصوير مشهد موت شيلبا في فيلم المقامر وكان الخيار الأول هو الجرافيك، ولكن شيلبا كانت مستعدة لأداء ذلك المشهد، تم تعليقها بحبل فوق شاشة خضراء، وتمت إضاءة الخلفية في مرحلة ما بعد الإنتاج، أكملت شيلبا المشهد جيدا رغم كونها مصابة. 7 كشف دي رانجنسان صديق شاروخان من أيام المسرح أنه بينما كان هو وشاروخان عائدين من عمل مسرحي في أحد الأيام، أوقفتهم الشرطة لأسباب أمنية وسألهم أحد رجال الشرطة ماذا يوجد في صندوق السيارة وأجاب شاروخ بندقيتين من طراز AK-47 وجثة ميتة ثمانية قبل أن يتزوج كان شاروخ متوجها إلى مومباي من دلهي للبحث عن جوري أخذ معه صديقه توماس وبقي في شقة شخص ما اضطر كلاهما لمغادرة الشقة مبكرا وقضاء ليلة في محطة السكك الحديدية وكشف توماس أن شاروخ قال في ممشى مارين درايف إنه سيحكم المدينة يوما تسعة عندما كان شاروخ يعمل مع باري جون يساعده في بعض الأشياء وليس التمثيل كانت والدة شاروخان تتفقد منزلا كان يريه لها كمال صهر آر كي كابور مخرج مسلسل فوجي أخبرت كمال أن ابنها كان ممثلا وهو يعمل مع باري جون وأنه كان سيتحقق من المنزل بعد عودته عندها قال لها كمال والد زوجته هو من أخرج مسلسل فوغي ويجب على شاروخ مقابلته عشرة تمنت جدة راني مخرجي لوالدة راني وهي تسمى كريشنا أن تصبح ممثلة لكن الأخيرة لم تكن مهتمة وهذا هو السبب وراء حث كريشنا لراني أن تصبح ممثلة أحد عشر كان سالم خان شديد الحرص على أن يمنح راني فرصة في التمثيل كان قد عرض عليها فيلما عندما كانت في الصف العاشر لكن راني كانت خائفة بعض الشيء من عرض فيلم لها في هذا الوقت المبكر جدا لم تبدأ في التفكير في التمثيل إلا بعد الصف الثاني عشر عشر لم يكن هناك أي خطة لجعل راني تقوم دور تينا في كوتشي كوتشي هوتاهي عام 1998 وكان المخرج كاران جوهر على استعداد لمنح هذا الدور لتونكيل خانة وقد التقى بتوينكل وأشواريا ري ورافينا تاندون وكريشما كابور لكن لم تقبل اي منهن الدور عندها فقط تم منحه لراني ثلاثة عشر اول فيلم لراني على الاطلاق هو فيلم رومانسي بنغالي يدعى بيرفول عام 1996 والذي انتجه واخرجه والدها رام مخرجي حصل على متوسط تعليقات ايجابيه من النقاد والجمهور 14 ولدت شيلبا منجمة وتوقعت لابنتها الثراء وكانت قد أخبرت والد شيلبا بالشيء نفسه لكنه لم يكن يحبذ عرض الأزياء أو التمثيل عندما شاركتهم شيلبا رغبتها في أن تصبح عارضة أزياء افترض والدها أن والدتها قد تكون على حق ووافقت شيلبا على عروض الأزياء ولكن بشرط واحد وهو أنه يجب عليها إكمال تعليمها خمسة عشر قبل ولادة هيما ماليني كانت والدتها واثقة من أنها ستلد فتى حتى إنها قررت تسميتها هيما ماليني وتوقعت أن تصبح هيما راقصة ممتازة 16. التقى أنيل كابور بيا شوبرا وتوسل إليه للقيام بدور في بارامبارا وذلك عام 1993 دون أن يعرف ما الدور وقد أصر أن يسمح له شوبرا بالتجربة أخيرا وافق شوبرا لكن أنيل هرب قبل التصوير لأن الدور كان أن يصبح والد عامر خان وسيف خان، وبعدها لعب فينوت خان الدور. 17 عشر في عام ألف وأربعة كان شاروخ يستمع إلى قوالي في حفل نصرة فاتح علي خان بلندن. لقد أحبه وفكر في استخدامه في فيلمه. وتم شراء جميع الحقوق من نصرة فتح علي خان، وكان التجهيز لاغنية كاملة مستمراً، لكن قبل أن يتم طرح الفكرة. أصدر أكشاي كومار مهرا عام 1994 نفس اللحن في أغنية توتشيز بادي هاي ماست بنفس اللحن تماما 18 عمل إي جي عمل إي جي ديفان ورافينا تاندون عام 1993 معا في ديفا كاشتي وكان يتواعدان وقتها بعد ذلك بعامين يقال إن كاريشما كابور بدأت في موعدة أجاي الأمر الذي أثار غضب رافينا وفي مقابلة قالت إن أجاي قد خانها حذرها أجاي من نشر الأكاذيب واتهمت كاريشما بأنها غير أمينة وانتزعت منها العديد من الأدوار ثم اقترح أجاي على رافينا أن تتلقى علاجا من طبيب نفسي انتهى كل هذا عندما وجدت رافينا شخصا آخر وهو أكشاي كومار تسعة عشر كان لدى شامبو ناث حلم وهو رؤية ابنه سانجاي ميشرا فنانا بعث سانجاي إلى مدرسة الدراما، وحاول سانجاي جاهدا وحقق نجاحا أكثر من المتوسط. في خضم هذا توفي والده، وأصيب سانجاي بصدمة شديدة لدرجة أنه رفض مواصلة التمثيل. كان يختبئ بعيدا عن الرأي العام وبدأ العمل في كشك طعام صغير، لكن الروهيت شيتي وجده، وشجع روهيت سانجاي على العودة إلى الأفلام مجددا، وهكذا عاد سانجاي إلى صناعة السينما. 20 الممثل البنجابي فريندرا كان ابن عم دارميندرا بدأ فيريندرا مسيرته السينمائيه في صناعه السينما البنغابيه بعد رؤيه ابن عمه يصبح نجما في السينما الهنديه وفي غضون عقد من الزمن حقق فيريندرا نجاحا كبيرا ولكنه قتل بالرصاص عام 1988 ويعتقد ان اعضاء اخرين في صناعه السينما البنغابيه كانوا يشعرون بالغيره منه وقد تعاقد احدهم مع قاتل لقتله شكرا لكم على المشاهده نراكم في مقطع مقبل الى اللقاء